تطورت الأوضاع في قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بينما تشهد العديد من المدن والعواصم تظاهرات للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. طلب المتظاهرون إسرائيل بفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في القطاع. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مصر وتحركاتها على كافة الأصعدة من أجل وقف إطلاق النار والعمل على حل الدولتين. تؤكد مصر على ضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة إلى القطاع ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. معنا على الهاتف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. يعني كيف طارت التظاهرات التي تشهدها عواصم ومدن عالمية للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي؟ برأيك هل من الممكن لهذا أن يكون عامل ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني؟ في البداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني التنديدات المنتشرة في عواصم العالم هي مش بتشكل عامل ضغط على إسرائيل بقدر ما هي بتشكل تآكل الصورة الذهنية اللي إسرائيل فضلت تصنعها على مدى عقود في أذهان المجتمع الدولي بأن إسرائيل دولة صاحبة سلام، صاحبة تقدم، بالرغم من أنه هم أجدادهم تعرضوا للهولوكوست، لكن هم أصحاب تقدم علمي وخدمة للبشرية. وفي نفس الوقت إسرائيل كل سنة كان في عيد رأس السنة بتروج على لسان رئيس وزراء بأن هي دولة ديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هي بتدعو مواطنين دول الشرق الأوسط لزيارة إسرائيل، وبتتباهى أن هي دولة ذات بعد عقائدي متنوع، وفي نفس الوقت ان هي ضد الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان. وبالتالي التنديدات اللي بتحصل دلوقتي في عواصم العالم هي كشفت القناع وراء كل ده، القناع الكاذب بان الممارسات دي هي بتتنم على ممارسات متطرفة. خاصة يا فندم المهم في ده ان من ضمن التظاهرات دي في ناس اساسا يهود، هم ضد بيعملوا تظاهرات ضد الممارسات الإسرائيلية، وده بيعكس ان الممارسات الإسرائيلية دي هي يعني مرتبطة بممارسة متطرفة. يعني التطرف ده الديانة اليهودية تماما بريئة منه، زي بالضبط التطرف الداعشي ما الدين الإسلام بريء منه، كذلك الديانة اليهودية بريئة من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة او تجاه الفلسطينيين. عشان كده التظاهرات اليهودية يمكن من اكثر التظاهرات اللي بيتم التعتيم اعلاميا عليها من جانب الاسرائيلي، عشان ما يبانش ان في فجوة كبيرة ما بين الديانة اليهودية والملتزمين او المتدينين اليهود من جانب وحكومة اسرائيل من جانب اخر، عشان ده الفجوة دي ممكن تضعف موقف الحكومة الاسرائيلية امام يهود العالم كله. طيب دكتور، يعني برأيك يعني إلى أي مدى تمثل الرؤية المصرية بوقف العدوان والوصول إلى حل الدولتين يعني إنهاء للصراع؟ يعني هذه الرؤية المصرية كيف يمكن البناء عليها؟ يعني بص يا فندم، هو طبعا مصر رؤيتها تجاه الموضوع هي رؤية شاملة وفي نفس الوقت تتسم بالعمق. طيب المسألة هنا إن وقف العدوان ده مطلب إنساني قبل ما يكون مطلب قانوني، وبالتالي مصر في تعزيزها للدور المصري تجاه الأزمة الحالية الهدف الأساس هو وقف العدوان تلبية للمطالب الإنسانية. ورئيس الجمهورية أكد مرارا وتكرارا على رفضه لسياسة العقاب الجماعي، وبالتالي كان البعد الإنساني واضح جدا في خطاب الرئيس المصري وفي موقف مصر. طيب الموقف السياسي ده انطلاقا من المسؤولية التاريخية لمصر. مصر في عهد الرئيس السادات احنا الدولة الوحيدة او رئيس السادات الرئيس الوحيد على مستوى العالم اللي اتكلم عن حق الفلسطينيين في بيت الاسرائيليين وهو في الكنيسة الاسرائيلية. وبالتالي ده عمل دور قوي جدا لمصر تجاه القضية الفلسطينية، على انها قضية محورية واساس استقرار الشرق الاوسط بيكمن في حل القضية دي. الجزء الثاني بقى حل القضية دي المتمثل في حل الدولتين. بالموقف المصري واضح جدا وهو علميا صح، حل الدولتين هيؤدي لحل نهائي للقضية الفلسطينية، لكن ده هيتصدم مع الفكر الآخر يا فندم، وهو الفكر هنا حلم الدولة العبرية أو حلم الدولة اليهودية، ده بيتعارض مع حل الدولتين بالأساس. عشان كده هم ما وافقوش ومش هيوافقوا ولا هيوافقوا على حل الدولتين. يمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد اللي كان ميال لحل الدولتين كان إسحاق رابين، لكن قتلوه، وبالتالي اغتياله هنا كان مدبر، عشان حل الدولتين بيتعارض مع حلمي ان انا عايز احقق دولة يهودية حدودها معروفة من فين لفين. فما تيجيش تقول لي دلوقتي حل الدولتين لان اسرائيل وافق عليه كطرف اسرائيل. انا بشكرك على هذا التحليل الدكتور رامي عاشور، استاذ العلاقات الدولية.